السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البركة. البركة هي جند خفي من جنود الله، يرسلها لمن يشاء، فإذا حلت في المال كثرته، وفي الولد أصلحته، وفي الجسم قوته، وفي القلب أسعدته. من أسباب البركة أولا الصدق والأمانة. عنه عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بركة لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محيقا بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. ثانيا تقوى الله وتوكل عليه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثالثا كثرة الصدقة وترك التعامل بالربا. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. رابعا شكر الله تعالى. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. خامسا كثرة الاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سادسا ترك المعاصي من أسباب البركة في الوقت. سابعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخيل معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. صحيح الجامع، حديث صحيح. ثامنا عنه عليه الصلاة والسلام قال: اتخذوا الغنم فإن فيها بركة. حديث صحيح. وعنه عليه الصلاة والسلام تاسعا عنه عليه الصلاة والسلام قال: البركة في نواصي الخيل. صحيح البخاري. عاشرا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في الحفظ وفي العقل، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب، وما يبدو جذام أو برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. صحيح الجامع. 11 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة بركة، والفرقة عذاب. حديث حسن. 12 عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة. كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة في الجماعة. صحيح الجامع، حديث حسن. 13 عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبردوا بالطعام، فإن الحار لا بركة فيه. رواه الحاكم، حديث صحيح على شرط مسلم. 14 البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. حديث حسن صحيح، رواه الترمذي وأبو داود. 15 قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وفي رواية: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. حديث صحيح، رواه أحمد والحاكم. 16 النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. 17 النبي عليه الصلاة والسلام قال: بورك لأمتي في بكورها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. والبكور هو صدر النهار وأوله. رواه أبو داود وأحمد والنسائي، حديث صحيح حسن. 18 البركة مع أكابركم. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البركة مع أكابركم. صحيح الجامع، حديث صحيح. وفي شرح الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى كيفية الحصول على الخير والبركة في كل أمورهم بالرجوع إلى الكبار المجربين من ذوي السن المتقدم الذين خبروا الحياة. فيقول عليه الصلاة والسلام: البركة وهي النمو والزيادة في الخير حاصلة مع أكابركم من الشيوخ والعاقلين من متقدمي السن أو المكانة، لأنه قد سكن شرهم ولزموا الوقار وعرفوا مواضع الخير، فأصبحوا مجربين للأمور، وهم مع ذلك محافظون على تكثير الأجور والثواب، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم، وذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتوقيرهم وإجلالهم. كما في حديث أنس: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ويحتمل أن يراد بالكبير كبير المقام ممن له منصب ومكانة في العلم أو الدين، وإن صغر سنه فيجب إجلال الأكابر حفظا لحرمة ما منحهم الحق سبحانه من العلم والمعرفة والمكانة. اللهم ارزقنا البركة في كل أمور الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.